هتصدقني يا يحيى لو قلت لك اني حزين على زين؟ انا كمان مش عارف ليه الموضوع ده مؤثر فيا قوي كده. بس كده بقى الكرة خرجت من ملعب العطارين بقت حرة، الشاطر بقى اللي ياخدها على ملعبه ويكمل. وانا جاهز. مش بالكلام. وامرني وانا اثبت لك انه مش بالكلام. اللي هامرك بيه صعب والغلطة بموتة. لو غلطت تحاسب. الحساب مش عندي، انا عايزك تاخد حقك اللي سارقينه منك. انا وسيط فاعل خير، بديك الفرصة عشان تاخد مكانك واللي اتاخد منك. وانا مش عايز اكتر من كده. يبقى اللي هقولهولك دلوقتي يتنفذ بالحرف. هو انت باباك راح عند بابايا؟ هما الاتنين راحوا عند ربنا. دلوقتي حاسس باللي انا حاساه اكتر اكتر من اللي انت انت عارف ايه اللي انا جاي اقوله لك، بس انا برضو هقوله لك يا زكريا. ما ينفعش تسيبه وتفضل قاعد هنا. ما ينفعش، ما ينفعش يشوفه في عينك اي حزن او كسر. انا دايما كنت بسمع طنط جيهان وهي بتتكلم عن عم زين وقد ايه هو كان بيتغلب على حزنه وكسرته. انا مش زين العطار. انت زكريا العطار الكبير. انزل يا زكريا، انزل، خليهم ياخدوا قوتهم منك. مرارتي كهن بنات متجلعة. شيخة الله أبوها لسه ميت قدام عينيها. في يا عبد قادر اللي مات ده أخوي وكلنا زعلانين عليه. مش باين. وعايزه يبان كيف؟ أبينه لك إزاي يا عبد قادر؟ عمال أصوت والته من الصبح. عايز إيه؟ أشق لك خلاجاتي؟ لا مش لازم يا زينب، بس بطل الكلام على الرايح والجاي. هو ده كلام يا اخوي؟ لسه وقت الكلام الصح ما جاش. ويا ريت ما يجيش اصلا. لا ده يجي ويجي ويجي. زين اخوك مات قبل وقته بساعه، والعيله دي كلها هتشيل الطين وتدفع الثمن. استغفر الله العظيم. انت هتكفري ولا ايه؟ العمار بيد الله. بقول لك ايه؟ مالك انت ومالنا؟ ايش دخلك فينا اصلا؟ اسكت. انا ماشي يا اخويا. ساب المكان خالص. احسن. لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اختي قول يا شيخ زي قلتك بلانيله. الكلام اللي بتقوليها زينب هيهد العيله اللي اخوكي قاعد يبني فيها سنين طويله. وماله تتهد وتتبنى تاني؟ بيوت الطين اللي في بلدنا يا صبري اتهدت واتبنت بالسمنت والطوب الاحمر. وكفايانا بقى شيل طين لحد كده. بس
وخدها على الراس. تسلم ايدك يا تيكا. من قد من اعدام اخويا. قد من اعدام ايه؟ ده عربون طالعه جديده في الزمالك. سيبتها لي الدنيا هناك سفارات ولبش. هي لبش اه بس عسل. الطلعه دي لو قضيت على خير هناخد على حسها اجازه اسبوع ونعيش مرتاحين. ربك يكرم. احنا نكره واحنا معاك في اي حته تيكا باشا. ربنا يرضيك اخويا. ازيك يا رجاله؟ كله تمام يا ريس. عاملين ايه؟ الحمد لله. اتفضل. هاي الدنيا. هاي الدنيا. 10 على 10 يا ريس، كله زي الفل، بس انت المجيه دي كده شكلها وراها حاجة جديدة حلوة. مصلحة حلوة، وأحلى من اللي فاتت كمان. لو اتعملت صح تحطوك في حتة تانية، تشتغلوا شغل على كبير. أبوس راسك يا بس يا ابني أنت. أنا ما بتكلمش معاك برضه. بس. أطلع مسح الست اللي فوق وأنزل لكم. قدر لي حجرين بس تقال. أحلى حجرين للكينج. أنا خمسة وراجع ما حدش يمشي. خد راحتك يا ريس. سلام يا كبير. سلم لي على الحاجة كوماندو. بس يا ازيك يا سليم؟ ازيك يا شيهان؟ كنت بدور عليك. أنا هنا من ساعة ما رجعنا. العيلة بقت أمانة في رقبتك، ولازم تحافظ على اللي أنت وزين عملتوه مع بعض. أنا عارف إنه الطبيعي إن أقول لك ما تخافيش وإن مفيش حاجة هتحصل، بس للأسف لا، لازم تخافي يا شيهان. اللي عملناه أنا وزين ألف من عايز يهده من القريب للبعيد. الشيء الوحيد اللي يطمنك إن أنا وولادك حنوقف مع بعض، ومحدش هيقدر يعاوب ناحية بيت زين العطار إلا على جثثنا. مالك يا سليم؟ أنا أول مرة أشوفك كده. حاسس إن ظهري اتعرق يا جيهان، خايف ما قابلوش تاني. كان دايما يقولي لو مت هنتقابل في الجنة، وأنا بصراحة مش ضامن أدخل الجنة. الله يرحمك يا زين. أنا موجود لو احتجتي أي حاجة، احنا طول عمرنا اخوات. هروح اطمن على فارس. هو عامل ايه دلوقتي؟ ادعي له. هاشم الذهبي هيسبقنا وهنخسر كتير. هو انتوا مش مع بعض يا باشا ولا ايه؟ لا، بعد موت زين العطار كلمة مع بعض دي مبقتش موجودة. احنا كنا مع بعض عشان نعمل سد قصاد زين العطار. دلوقتي كله دخل السبق عشان يعرف مين هيركب مكانه، وانا مش ممكن اسيب هاشم يسبقني. طب ما تحطني على الطريق يا باشا. عايزين نعرف الناس اللي فوق عايزين مين مكان زين. طب ودي هنعرفها ازاي؟ لا دي تسيبها لنا بقى. المهم دلوقتي عيلته عايزين نخلص عليها خالص، ما يبقى لهاش قومه تاني خالص. يا باشا انا بقيت كارت خسران الله اكرم خلاص، مش هيسمع كلامي في اي حاجه تاني بعد الموضوع اللي وقعنا في زين العطار. يعني ايه؟ يعني يا باشا رجع لي الشغل، انا دلوقتي عاجز قليل الحيله، وانت بكلمه منك على حبايبك ترجع لي الشغل تاني. صعب الكلام ده دلوقتي، بس نشوف الايام الجايه هتعمل ايه. اوعدك اني هحاول، وانت كمان مايل على ابوك، انا وهو نقدر نظبط. اللي جاي صعب. هنعمل ايه يا عم؟ مفيش حاجة هتتغير يا زكريا. العملية هتتم في ميعادها. أنا اتصلت بالراجل وقلت له إننا جاهزين. مين هيستلم؟ أنا اللي هستلم، عشان لو في خطر أنا أشيله. أد أنت شفت الناس كانوا مقلقين إزاي من غير زين. أنا هروح أستلم وأنت هتسبقنا على المخازن تأمنها. أنت شايفها؟ مش معنى كلامي ده يا زكريا انك قليل، بالعكس
انت لو قليل ما كانش الله يرحمه اختارك عشان تشيل الحمل من بعده. بعدين يا ابني انا عايز أأمنك علشان اللي جاي. وديك شفت عملية اتلخبطت حوالينا فجأة في الوقت اللي لازم نحافظ فيه على وضعنا ويبان اننا جامدين، واحنا جامدين مش كده يا زكريا؟ كده كده. الناس لو حست اننا مهزوزين هنبقى زي العجل لما يقع، بتكتر السكاكين حواليه. وبعدين انت سيدي العارفين تأمين المخازن مهمة مش سهلة، وخصوصا يا وحش انه هيبقى مطلوب منك المرة دي انك تأمن الطريق قبل المخازن بتلاتة كيلو على الأقل. مش عايزين غلطة واحدة يا زكريا، العملية دي بالذات الكل مستني لها غلطة. حاضر حاضر والله زمان انه